هي حموضة المعدة؟ حموضة المعدة زيادة نسبة حمض الهيدروكلوريك اللي هو الحمض الأساسي في المعدة. المعدة لازم يبقى جويها هذا الحمض لكي تتم عملية الهضم. طيب إذا توجد هذا الحمض بره مكانه ده اللي يخلي الواحد يشعر بالحموضة. عندنا جزئيتين، عندنا ليه الحمض اتوجد بره مكانه، ثم عندنا أنا إحساسي إيه بهذه الحموضة. يعني أحيانا بعض الناس بيبقى حساس بدرجة كبيرة لدرجة أن حموضة بسيطة عنده تخليه متضايق جدا، وأحيانا بعض الناس بيستحمل هذه الحموضة الشوية وبيعدي، لدرجة أنه اتقال حتى أن نهايات الأعصاب اللي موجودة في آخر المريء وأول المعدة درجة استشعارها لهذه الحموضة يختلف من شخص لآخر. حمض المعدة الأساسي حمض الهيدروكلوريك عشان يخلي الوسط داخل المعدة حمضي. ليه يخلي الوسط داخل المعدة حمضي؟ ربنا عمل الوسط حمضي لقتل الميكروبات. يعني بعض الميكروبات يمكن التغلب عليها بهذه الحموضة، ثم أما تروح الحتة اللي بعد المعدة اللي هي الأمعاء تلاقي وسط تاني خالص قلوي. فاللي ما يقدرش حتى كده يروح للناحية التانية القلوية، ممكن القلوية الشديدة تأثر على الحموضة؟ تأثر على الميكروب اللي الميكروب ما قدرناش مثلا. ثم إني أنا أغير من حموضة جديدة القلوية جديدة بعدها برضو ده له تأثير على الميكروبات الضارة. فدي من الحاجات الوقائية اللي ربنا عاملها. حموضة المعدة مطلوبة عشان تخلي إنزيمات الهضم تبقى في صورة نشيطة تستطيع هضم الطعام بصورة كويسة. يعني حموضة المعدة موجودة تنشط الإنزيم ويهضم مثلا يهضم البروتينات في المعدة زي اللحمة. اللحمة يعني احنا لو نشوفها ساعات اساسا سناننا ما بتقدرش ان احنا نندخها كويس. تمام. وحتى لما بننزل بنحس انها يعني طب تقيلة شوية. تقيلة شوية. بالظبط. فربنا عمل حموضة المعدة هيهدمها انزيم خاص بيها للبروتينات يبقى يتنشط في هذا الجو الحامضي للمعدة. لكن لو اتوجد هذا الحمض بره مكانه ده اللي يخلي الواحد يشعر ان عندي حموضة او ارتجاع في المعدة. طب ليه حصل ارتجاع؟ ليه؟ هل بسبب ان عضلة المريء دي عليها كلام كتير قوي اخر المريء واول المعدة. مش كل واحد معدته وجعاه بالمناسبة او الحتة فم المعدة تعباه يقول انا معدتي وجعاني. ممكن تبقى احدى علامات امراض القلب. ممكن تبقى احدى علامات البنكرياس، امراض اخرى. لكن الشائع ان دي تكون المعدة. نظرة الطبيب للي جاي يكشف وهو داخل يعني تخليه يشك في أمراض القلب ولا لا، مريض القلب غير مريض المعدة. لكن توضع في الاعتبار إن مش كل اللي معدته أو فم المعدة عندي واجعني يبقى أنا معدتي واجعني. عشان يا دكتور محمد هي متشابهة للأعراض. أيوة أنا أقول الحتة دي واجعني، ممكن يكون ممكن يكون الجدار السفلي من القلب، ممكن يكون البنكرياس، ممكن يكون حاجات تانية، ممكن احيانا الم المراره يسمع في المكان ده. لكن مش برضو كل اللي الحته دي وجعاه يقول معدتي. ليه موجوده حموضه المعده زي ما قلت لحضرتك؟ طيب اذا اتوجد الحمض بره مكانه بقى يعمل ايه؟ يعمل احساس يعني متعب، احساس كلنا حسيناه بيه. ايه اللي بيخلي الحموضه دي تبقى موجوده بره مكانها؟ بره مكانها اللي هو اخر المريء ده مش مكان الحموضه دي. لو عضلة المريء ما كانتش بتقفل كويس، طب ايه اللي يخلي عضلة المريء مش تقفل كويس؟ مثلا المشروبات اللي بنشربها زي القهوة ترخي اخر المريء واول المعدة، تخليني استشعر هذه الحموضة في اخر المريء. بعض الادوية زي موسعات، يعني القهوة هي اللي بتأثر على الصمام، مش صمام، هي عضلة العضلة. بس يعني ليها تأثير على العضلة ده. وربنا عمل الحجاب الحاجز كمان أثناء الشهيق يقفل، يساعد في قفل هذه العضلة. ربنا عمل دخول المريء إلى المعدة باتجاه معين برضو يساعد على أن العضلة دي تقفل كويس. طب لو أنا مليت معدتي لغاية أخرها
طب ما هي خلاص ما هي هتطلع حبة حموضة فوق صح. يعني طب أملها ليه؟ فهو برضو كمية ومحتوى المعدة جواها، الكمية اللي جويها، الكمية اللي بتخش لها كمية الأكل اللي جوا المعدة. فلو أنا مليت بطني خالص، مليت معدتي خالص خالص، وما التزمتش بتلت الأكل وتلت المعدة شرب وتلت المعدة نفس أتنفس منه أو هوا يعني، طب ما ده هيخلي الحمض يطلع بره بالعافية. زي ما يكون معايا بالونة وبضغطها جامد، ما هتطلع هتطلع منين؟ يا آخرها مقفول جامد، عضلة البيلورس آخر المعدة دي قفلة جامد، هتروح فين يا عيني؟ خلاص تطلع فوق حبة، أقول أنا يا حموضة شديدة عندي. فما بال حضرتك لو كان الأكل فيه توابل أو بهارات كمان. طيب الشطة والتوابل والبهارات لما باخدها بتتعبني في بقي، ثم بعد ما أخدها وأبلعها بالمية بحس حاجة يعني، حتى في التنفس يا دكتور أيوه عند الصدر كده أيوه أحس حاجة يعني مبهمة لكن مش محددة، يعني في بقي أقول لساني حارقني جامد، لكن لما بتدخل جوه في بطني في المريء وفي المعدة أحس سخونة لكن مش قادر أحدد بإيدي أقول السخونة هنا أو هنا أو هنا. ليه؟ عشان الإحساس بتاع الأعضاء الداخلية أقل شوية من إحساس المناطق الخارجية في جسمي. فالشطة اللي أنا بشوفها بتحرقني جامد في بقي أو أي أنواع من التوابل زي ما حضرتك ذكرتي السبايسي فود والتوابل وكده، جوه هتبقى موجودة بس حاجة غامضة بس تعباني. بعض أدوية موسعات الشعب الهوائية برضو بترخي آخر المريء عشان بيبقى فيها كورتيزون شوية ولا ملهاش علاقة؟ لا موسعات شعب غير غير الكورتيزون موسعات الشعب بيبقى مادة الثيوفيلين مثلا. فدي النقاط بتوضع في الاعتبار. الأدوية الكتير اللي بناخدها وعلى رأسها المسكنات كمان تتعب جدار المعدة وتزود الحموضة يا دكتور؟ وتزود الحموضة. يعني نقدر نقول مسكنات. المضاد الحيوي يا دكتور؟ بعض أنواع المضادات الحيوية ليها تأثير على حركية المعدة، بعض أنواع المضادات الحيوية بتبقى تقيلة على المعدة، عشان كده في بعض الأدوية نقول ناخدها بعد الأكل، لا دي ناخدها ممكن ناخدها قبل الأكل أمان للمعدة. في بعض الأدوية كتير قوي تأثر على المعدة وعلى حموضة المعدة. بعض السلوكيات التدخين يأثر على حمضية المعدة، التدخين بيزود كمية الحمض جوه المعدة، بيزود تركيزه، يبقى حمض كميته كتيرة وكمان مركز. اللي بيدخن بيستنفر شوية الجهاز السمبثاوي فتفضية المعدة بتبقى أقل. التدخين بيرخي آخر المريء وأول المعدة، كل دي سبت حمض بكمية أكبر مركز أكتر معاه عضلة المريء والمعدة آخر المريء وأول المعدة مرتخية شوية، استشعرت الحموضة. فمن الحاجات اللي يعني برضو توضع في الاعتبار عشان بعض الناس يقول ايه ده انا يعني ما فيش حاجه ما عملتش حاجه النهارده انا دخنت بس مثلا، او يعني مش واخد في باله ان هو التدخين مأثر على الموضوع ده، حتى يقول لك انا قاعد طول النهار انا ما اكلتش حاجه ومن رغم كده ما اكلتش حاجه دي. ايوه وبرضه يا دكتور علاقه قله الاكل، يعني في ناس تيجي تقول لك انا فعلا بجد يا دكتور مقلله في اكلي وعامله نظام غذائي بس مجرد ان انا اكل بحس بنار جهنم طالعه من فم معدتي لفوق، لاني لما انا اكلت الاكل ده عايز يتهضم. طب هيتهضم نبدا نفرز حمض الهيدروكلوريك نتهضم عشان يهضم هذا الاكل. يعني قله الاكل فعلا وان هو يقعد فترات طويله مش صح بدون اكل، لا مش صح برضه، لا مش صح. بضع لقيمات وكل شويه لقيمات صغيره والنبي قال ما قالش لقمه كمان، قال لقيمه، تصغير لقمه تمام. دلوقتي لو انا عندي مثلا حاجه حاططها على البوتاجاز بتغلي او بتسخن وكل شويه ازود حبه ميه، كل شويه ازود حبه ميه هتدلق؟ لا الميه بتتبخر. بتتبخر وانا ازود حبه ميه قبل ما تغلي اروح مزود حبه ميه، فحبه الميه دول
هيقللوا سخونه الميه اللي على اللي بتسخن على النار. اه بالظبط عشان ما تغليش قوي. ساعتك قلتي هتكبر وتدلق بره بره ده لو احنا فيه. اكلنا بزياده. لا، في عامل تاني ان في بايلورس مفتوحه بتعدي الاكل، فهو مش هتتملي المعده لاخرها. انا بزود حبه ميه والبايلورس اخر المعده برضو بتفضي الاكل شويه، بتفضي محتوى المعده اذا كان سائل او غيره. ومن باب اولى السائل هو اللي بيسيب المعده قبل ما يبقى الحاجات اللي هي سيمي سوليد او غيره يعني. دكتور محمد معانا اتصال من استاذ احمد. الو يا استاذ احمد. ايه يا باشا، بعد اذنك كده كنت عايز اسال الدكتور على حاجه. اتفضل الدكتور سمك. دلوقتي في تعب يعني فعلا المعده كده في الجزء اللي هو يمين اللي هو يعتبر ايه اعلى المعده خالص، دي عامل زي ما يكون في مثل دم او وجع في الحته دي. سمعك. ولو شربت بق ميه يحصل له ايه الالم ده؟ لا لا مفيش حاجه، لما بشرب ميه مفيش حاجه. طيب لو اكلت يجراله ايه؟ لا لا مفيش حاجه. بس طب هو ايه ايه اللي بيزود الالم ده؟ انا باخد علاج اللي هو بتاع الروماتيزم. ايوه، فانا بقول ممكن يكون مثلا من العلاج ده. هو ده اللي مأثر على تعب المعده، هو ده اللي مأثر على تعب. عندك اي اسئله تانيه يا دكتور؟ عندك اي سؤال تاني يا استاذ احمد عشان نقول كل الاسئله والدكتور يجاوب عليها كلها مره واحده؟ لا مش حاجه، هو بس العلاج اللي هو في بتاع الروماتويد. اعلى المعده ده هو ده اللي عامله زي ما يكون في مثل تحط ايدك عليها في وجع كده، تحس ان في مكان وجع كده. حاضر يا استاذ احمد. عايز تعرف سنه يا دكتور او اي حاجه؟ لا. طب شكرا اتصالك والدكتور هيجاوبك. شكرا اتصالك يا استاذ احمد. هيبقى متوسط العمر عشان بياخد علاج الروماتيزم او الروماتويد. استاذنا الفاضل، هو ده تعب المعده من الادويه الكتيره اللي بناخدها واللي المفروض ناخد معاها حاجه تهدي تعب المعده. والمعده التعبانه برضو درجات، يعني انا ممكن تبقى معدتي وجعاني بسيط وانا ما شكتش بحاجه لكن اقول ماليش نفس اكل، ادي اول خطوه. يعني مش ماليش نفس اكل لان انا مثلا في موضوع بفكر فيه او في موضوع من، لا ماليش نفس اكل، ثم زادت الامور اقول في الم هنا، ثم زادت الامور اقول بحس بحرقان وحموضه، ثم زادت الامور اقول برجع، ثم زادت الامور اكتر يبقى ترجيع مثلا مصاحب بحبه دم. او غيره. فهي اولى درجات معده تعبانه ان انا اقول ماليش نفس اكل، زي ما يكون ايه مثلا انا النهارده اقول ايه، انا حاسس ان في حاجه النهارده ممكن يكون داخل عليا دور برد، وعلى بالليل بقى اسخن ودرجه حرارتي توصل 39 وشي يحمر وكده، بس في اول النهار اقول ايه انا حاسس ان انا النهارده في حاجه. كذلك الحال كون ما يبقى ليش نفس ان انا اكل برضو، دي ممكن تكون أولى خطوات معدة تعبانة، لأن ربنا عمل لكل حاجة احتياطي. يعني أنا معدتي مش هتتعب بين يوم وليلة. طب إزاي المسكنات بتأثر على المعدة؟ ممكن أقول إيه؟ بعض الناس برضو ما ياخدش باله أني أنا باخد حقنة مسكن. أنا أخدت كانت ركبتي وجعاني وأخدت حقنة مسكنة للعظام، النهاردة تعبت أنا أخدتها امبارح، فهو ما يفتكرش أنه هو خد النهاردة حاجة تعبته. فيقول لا، ممكن دي تكون اعراض من حاجه قبل من الحقن كده. من الحقن بس ما كانتش في اليوم ده، يعني يقول ايه انا معدتي وجعاني النهارده مع ان النهارده ما خدتش حاجه خالص، لا انا امبارح خدت حقنه مسكنه. فالحقنه المسكنه دي بتاثر على غشاء الداخلي للمعده كمان. يعني ربنا عمل سبحانه وتعالى الغشاء المخاطي المبطن للمعده يعني مسلح. مسلح. مسلح حلوه الجمله دي. طب ناخد اتصال من استاذه صفاء. الو. ايوه، سؤالك يا استاذه صفاء للدكتور. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. لو تكرمتي انا عايزه اكلم الدكتور. طبعا اتفضلي الدكتور سامعك. دكتور محمد سامعك. شكرا حبيبتي، كتر خيرك. شكرا. لو سمحت يا دكتور اتفضلي. الطب بيقول كلمه في اوقات الموظفين بيبقوا في شغلهم، يعني برنامج دلوقتي كل اللي بيشربوا سجاير في شغلهم مش سامعين حاجه ولا يعرفوا حاجه عن القتال. دوركم بقى ان انتوا تقولوا لهم يا استاذه صفاء. ما حدش بيصدقنا يا بنتي. ايوه ما حدش بيصدقنا. انا كبرت، انا عندي حاجه و70 سنه. ربنا لا لسه صغيره، ربنا يديك الصحه. الله يبارك لك. بصي هم بيبصوا لكلامنا علينا احنا خرفنا. لا لا، لكن الخبرة ما جاتش. الخبرة حضراتكم كطب بتتكلموا كلام على العين والراس جميل، لكن الدولة بتحاربكم بالمقاهي اللي هي فتحاها
والشيش والسجاير والله ما بقاش فيها مره ما فيهاش كافيه. ما فيش الاشخاص هي اللي بتعمل المقاهي وكده، لكن مش دول الدوله. يا بنتي احنا دوله المفروض نحافظ على صحه الشباب. الشباب اللي مش لاقي شغل قاعد على القهوه بيعمل ايه؟ يا بيشرب شيشه يا سجاير. طب سؤالك ايه يا استاذه صفاء؟ بس عشان انا سؤالي اتفضل. دور الطب ايه في تغيير المجتمع؟ دور. طيب شكرا استاذ صفاء. هو شكرا لك. هو على فكره هي قالت حاجه، التدخين شيشه او سجاير يعني برضو. طب ودي نقطه مهمه. الحاجات الالكترونيه دي برضو يعني مش بس الناس فاكره ان السجاير والشيشه والحاجات الجديده اللي هي الالكترونيك والحاجات من دي مفيده، لكن هي كمان مضره وزيها زي السجاير والشيشه. ده كمان ايه يعني؟ تلاقي واحد بيدخن والسجاير الالكترونيه دي عامله مثلا ايه دخانه كتيره كده يعني، كمان عايز في هذا التدخين المصنع ان هو يحسسه ان هو عايش في دخان كتير. يعني حتى ملفتة للنظر في الشارع لما الواحد يبقى ماشي يلاقي دخان شديد كده، يبص على اللي جاي منين مصدر الدخان ده، اي واحد معاه البتاع دي اللي بيدخنها. يعني كمان عايز يضيف الى دخان الالكترونية التدخين الالكتروني، يضيف اليه شعور اخر. عارفة لما يقول ساعتك 4D او أيوة. هندخل مكان اتفرج على حاجة 4D، فعايز يضيف عليه كمان الدخانة الشديدة دي. فالتدخين سجاير كانت أو شيشة برضو ضار بالصحة. طيب يعني أنا بقول بس الأستاذتنا الطيبة، في أكتر ما مرسوم على العلبة، علبة السجاير واحد يعني حطيت له أكسجين وفي الرعاية المركزة وجهاز تنفس الصناعي، فهو يجب على الشخص برضو أنه هو يعقل كمان يعني. وإذا كان متوسط العمر أو شاب أو غيره يجب أن هو يعقل برضه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يبص على علبة السجاير ويفتكر. طب دكتور محمد معنا اتصال من أستاذة أمال. ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة أمال. ممكن بعد إذن حضرتك بس أكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي الدكتور سامعك. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا فندم اتفضلي. دكتور اولا انا عمري 42 سنه، وزني 92 كيلو، ما عنديش اي امراض خالص الحمد لله، بس مشكلتي اللي انا لو كلت يعني حته جبنه وجيت بعديها ب 10 دقائق احس ان في حموضه طالعه على صدري بتوصل لحد اول المريء من فوق. حتى لو وصيت اعمل شغل البيت او اعمل اي حاجه بتزيد معايا اكتر، بحس اكني في نار يعني في دوري بطريقه غريبه. ايوه يا استاذتي. يعني ما باخدش اي ادويه حضرتك، حتى المسكنات ما باخدهاش، ما بتعالجش من اي حاجه، بس هي الحاجه اللي تعباني الوحيده الحموضه. لو كلت جبنه تركي، كلت جبنه بيضه، كلت زيتون، اي اكل إن كان اللي هو الجبن او كده بيحصل لي نفس الارتجاع. بس بضطر برضه ما باخدش اي مسكنات او اي حاجه، ما برجعش للدكتور طبعا لاني تقعد معايا مثلا لو انا فطرت الصبح تقعد معايا يعني ممكن ساعه او ساعتين والاقيها راحت لوحدها. بس بالنسبه انا بفطر وبتغدى بس ما بتعشاش خالص. واي اكل يا دكتور باكله بيحصل لي كده، اي اكل. ساعتك استخدمتي الهرمونات بتاعت منع الحمل او غيره؟ انا مشيت بس شهر واحد بس يا دكتور على الهرمونات دي بتاعت منع الحمل وما كملتش بعد كده. دي من الحاجات اللي بتاثر برضو على اخر المريء واول المعده، اذا كانت الراس او اذا كان في صوره اخرى الحقنه لكل 3 شهور او بس. انا الحموضه دي يعني من وانا يعتبر عمري 25 سنه لحد وقتنا هذا بالوضع ده. وايه اخبار القلق؟ وايه اخبار المشروبات، الشاي، القهوه، الحاجات دي؟ لا انا ما بشربش قهوه خالص ولا اي حاجه نهائي غير الشاي بس، ممكن كوبايتين في اليوم. طيب هو ده من الحاجات، الشاي مكوناته تانيك اسيد يعني حمض، يعني يزود محتوى الحمض في المعده. طب عندك اي سؤال تاني يا استاذه امل؟ جزاك الله كل خير. شكرا ميرسي لاتصالك، والدكتور هيطمنك، والف سلامه على حضرتك يا فندم. ايه رايك يا استاذه امال في مضغ اللبان؟ اللبان ده ينشط افراز اللعاب. اللعاب قلوي يعادل حموضه المعده، وينشط حركيه المريء الى الامام كمان، فهو من الحاجات البسيطه. السوسن اللبان يا دكتور؟ اللبان، اي لبان، عشان في ناس يقولوا اجيب النوع ده ولا النوع ده، اللي تلاقيه عند الراجل هاته، اي نوع لبان، فينشط افراز اللعاب،
ينشط حركية المريء إلى الأمام فلا يحدث هذا الارتجاع اللي هو قالت بعد ما باكل بعشر دقايق أو يجيني ليه الأكل نزل، حموضة المعدة تبدأ تزداد. إشارات الجهاز العصبي الخاصة بالجهاز الهضمي، ما هو في المكتب الإقليمي للجهاز العصبي برضو، ما هو برضو يعني ليه دور، ليه دور برضو أكيد زي ما حضرتك سألتها وقلت لها طب أنت في حاجة استرس أو في عصبية أو في أي حاجة بتأثر ولا لأ. فالمكتب الإقليمي للجهاز العصبي فاتح مكتب في الجهاز الهضمي كله وليه برضو موظفين وكده يعني. فبيبدأ بقى ينشط كل الهرمونات وكل الإنزيمات وكل الإفرازات للجهاز الهضمي لهضم الأكل اللي نازل. الأكل اللي نازل بقى إذا كان جبنة زي ما أستاذتنا قالت، إذا كان فبالك لو كان سبايسي لما قالت الأكل البسيط بيعمل معايا كده. الأكل الذي يحتوي على دهون إذا كان سمنة أو زيت أو غيره برضو يساعد على ان ارتخاء اخر المريء واول المعده، يساعد على الحمضيه، على الحموضه. الحاجه الشوكولاته والحاجات اللي فيها محتواها من الشوكولاته ترخي اخر المريء واول المعده فتزود الحموضه. تمام. الناس اللي وزنها زياده لا ده هي اسباب كثيره جدا يعني، بس احنا ناخد اتصال دلوقتي من استاذه خديجه ونكمل بقيه الاسباب يا دكتور. اتفضل يا فندم. الو استاذه خديجه. وعليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. اتفضلي دكتور. انا عندي حموضه في معدتي، اكني شطه في معدتي، ولما اجي انام يعني مثلا انا بنام مثلا الساعه 10 بالليل واكون مثلا اكله كوبايه زبادي الساعه 8 عشان في علاج باخده بالليل يعني عشان عظمي. بقوم بالليل من النوم ارجع شطه، اكني حد جايب شطه ودلقت في معدتي، افضل اخد سيفن وافضل اشرب في حاجات تفور وحاجات ما فيش فايده. وانا بصلي يعني مثلا ايه فطرت اهو، اجي اصلي واكل لقمه كده فلافل، اجي اوطي اصلي. انا بصلي على كرسي عشان انا عندي 56 سنه، ست كبيره ربنا يديك. فانا ايه بقى اصلي اجي اوطي احس الاكل كله اللي اكلته ده هيرجع من هينزل من بقي، ما الحقش بقى اسجد جامد قوي عشان خايفه ارجع. ده سؤال. السؤال الثاني، ليا شهر جنب اليمين وجعني على طول، عملت عليه سنار طلع عندي رمل على الكلى. فالمهم رحت لدكتورة البطنه قالت لي لا انت ده روحي مخ اعصاب. رحت مخ اعصاب قال لي روحي عظام، ولا وثلاث دكاتره ولا عارفين يقولوا لي ايه اللي عندي. وجنب اليمين لي شهر بالظبط وجعني وجع رهيب، وفي عز الحر اهو حط لفه شال على وسطي عشان يتدفى، والمغص اخذ بنص ظهري من ورا كده جاب على قدام، مره يخبط في معدتي ومره يخبط عند ورك من تحت ومره يخبط في جنب اليمين كله من تحت صدري. والله يا دكتور انا مش عارفه ايه بالظبط. وهو في امساك ولا مش في امساك؟ نعم في امساك ولا مش في امساك؟ لا انا عندي امساك راح من كام يوم. انا دلوقتي عندي دعنية، اما ادخل الحمام ادخل الحمام اكني بعمل مش براز، اكني بعمل شطه. في شطه نازله مني. هو في امساك كمان؟ في امساك ولا لا؟ لا مفيش امساك. ولما توطي كده او كده او تجيبي حاجه من الارض جنبك يوجعك ولا لا؟ لا ما بيوجعنيش لما بوطي. طيب يا فندم حاضر. عندك اي سؤال تاني يا استاذه خديجه؟ الف سلامه عليكي الاول. اولا شكرا لك يا مدام خديجه. استاذه خديجه بتصلي على الكرسي، صلي على الكرسي يعني ظهرها وجعها، يعني ركبتها وجعاها، يعني 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 اخذت ادويه عظام. ممكن ادويه العظام هتتعب المعده. رمل الكلى مش هو كل حاجه في ان انا جنبي واجعني، يعني في بعض الحاجات احنا بنقول عليها اكتشفت بالصدفه، زي في بعض الناس يبقى عندها حصوات في المراره انا عرفتها بالصدفه لما عملت اشعه الموجات الصوتيه، لكن الشخص مش بيشكي بحاجه منها. فوجود رمل في الكلى يستدعي شرب سوائل كتير، لكن غالبا يعني بما ان الدكتورة البطن قالت لها نشوف تخصص اخر او كده، خشية ان يكون الام عضلات الظهر او الام العمود الفقري او حتى الام الهربس. الهربس اللي هو بيبقى التهاب الجلد، بيبقى فيروس اصاب العصب اللي رايح للجلد، خشية ان هي كده. عشان كده قالت لها نشوف رأي طبيب الاعصاب. ليه؟ لان الاعصاب خارجة من العمود الفقري كده اهو زي الشبكة كده، فممكن يبقى في عندي شيء
من الفقرات ضاغط على العصب عامل الألم في هذا المكان. هي قالت لي ان انا لما بوطي او اتحرك يعني الالم اللي في جنبي مش بيزيد عليا. أيوه. فممكن برضو يبقى الم العضلات في الحته دي، لكن رمل الكلى مش هيعمل مثل هذا الالم زي ما دكتوره البطنه شافتها. اما حكايه ان انا لما بوطي وانا بصلي على الكرسي اركع ارتجاع ارتجاع، فده ارتجاع المعده. غالبا الادويه الكتيره اللي بناخدها. قالت كمان ان انا لما باجي انام بالليل بيحصل لي شرقه، وده برضو من الارتجاع. قالت ان انا بتعشى مثلا الساعه 8 وبنام الساعه 10، فاحنا عايزين الاكل يبقى فيه حاجات تمتص حموضه المعده زي الخيار زي الجزر، ام لا تستشعر مثل هذه الالام بالليل. ممكن ناخد بعض الادويه اللي بتقلل افراز الحمض داخل المعده. الادويه دي ناخدها في أنواع نازلة تتاخد قبل الأكل، وفي أنواع لازم تتاخد قبل الأكل بفترة، قبل الأكل بنص ساعة. فإذا كانت بتاخد مثل هذه الأدوية وبرضو بيحصل لها الشرقة دي، فعليها الالتزام في أنها تاخدها قبل الأكل بنص ساعة. يعني تاخد البرشامة وعلى ما تقوم تجهز العشاء أو غيره، وإن كان زبادي حتى أو معها خيار أو معها جزر أو معها أي خضرة تقلل حموضة المعدة. وفي برضو بعض الأدوية بتتاخد، أدوية شرب بتتاخد، حلاوتها إنها تبقى موجودة على سطح محتويات المعدة، زي ما حضرتك تكوني جايبة كوباية فيها مية وحطيت عليها نقطتين ثلاثة زيت من فوق. لا يمكن الزيت هيختلط بالمية، هيبقى دايما على السطح. فإذا كان أحيانا بنكتب مثل هذه الأدوية عشان تبقى موجودة على محتوى سطح المعدة من فوق، لو أنا نمت أو وطيت أو سجدت أو ركعت زي ما هي قالت دلوقتي وأنا بصلي، لا أستشعر هذه محتويات المعدة الحمضية اللي هي زي المية، لكن يجيني الحاجة اللي زي الزيت، هي مش زيت المادة دي، فما تشعرنيش بالحموضة فما بقاش متضايق. وبعدين في بعض الناس من كتر ما أني أنا موجودة معايا الحموضة لفترة كبيرة بيبقى قلقان. يعني هو مش عنده موضوع يقلقه، مش بيفكر في موضوع يقلقه، لكن أو هو أنا معدتي فيها إيه؟ ليه لغاية دلوقتي مش راضية تخف؟ فيبقى قلقان من هذه النقطة. طب دكتور محمد معانا اتصال من أستاذة آية. ألو؟ 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 اتفضلي سؤالك للدكتور محمد. أيوة معلش. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. حضرتك انا بطني بتبقى بتتعبني كده ومحجره، وعلى طول مش قادره اللي هو باكل، بحس ان انا هرجع بعد ما بشرب، بعد ما باكل وبشبع واشرب ميه بحس ان انا ايه هجيب اللي في بطني. هو في امساك او حاجه يا استاذه؟ لا. حضرتك وزنك زياده شويه؟ لا انا طبيعيه. طيب واي اكله بتاكليها بتتعبي، ولا اكله فيها توابل او بهارات او حاجه فيها سمنه او زيت كتير؟ ايوه بيبقى فيه بهارات. تمام يا استاذه. الاكل انا اللي عامله. تمام يا فندم. والشط والشاي والقهوه؟ بشرب قهوه. طيب كل ده يزود ان اخر عضله المريء واول المعده تبقى سهل انها تبقى مرتخيه بسهوله، الزيت والسمنه والقهوه، فسهل قوي اذا اكلتي ويعني كانت معدتك اتملت خالص خالص، يعني مش كميه اكل صغيره، سهل قوي انها يحصل معاها الارتجاع او الحموضه. فالحاجات المشويه احسن من الحاجات المقليه. يعني القهوه يعني قلليها شويه، او لو قللتيها ولسه تعبانه هنقول وقفيها. واكل 4 مرات 3 مرات 5 مرات، ولا ما اكلش مره بجد. يعني انا عملت اكل النهارده وعجبني خلاص اكل دلوقتي وبعد شويه اكل تاني، لاني انا لو مليت معدتي كتير الاكل هيروح فين زي ما قلنا في الاول؟ صح، هيرجع تاني، هيحصل له ارتجاع اللي هي بتقول عليه. والف سلام عليك يا استاذه ايه وشكرا لاتصالك. طب نرجع تاني للدكتور المسببات، وحضرتك كنت قلت سبب مهم جدا الادويه كمان بتاعه منع الحمل والكلام ده كله كمان من مسببات الحموضه، لانها بتساعد على ان اخر المريء يبقى مرتخي، اصل هو هرمون. طب وهي ليه الست الحامل
لما بتكتر الهرمونات بتاعه المشيمه وبتاعه الحمل. أيوة ليه صح. احنا بنقول لوحده بترجع روحي اعملي اختبار حمل. ليه؟ ليه؟ عشان عضله المريء واخر المعده مرتخيه. مرتخيه. طب وليه هي العضلات كل عضلات جسمها مرتخيه؟ ليه؟ لكي تستقبل الحمل اللي النونو حجمه هيكبر. حتى تلاقي برضو الاربطه بتاعه الايد او الرجل او غيره يعني مرتخيه سنه عشان تستقبل الحمل بزياده حجم النونو اللي جاي. فهو الهرمونات دي بتؤثر على اخر المريء واول المعده. مره كان في احدى الناس يعني هتدخل تعمل منظار فبنسالها سؤال بسيط وطلعت حامل. طب ما هي بترجع يعني 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 مش كل اللي بيرجع يعمل منظار برضو بالمناسبه. مش كل اللي معدته وجعاه يعمل منظار. يعني من باب اولى انا بدخن سجاير او شيشه او غيره ومعدتي مش هتخف طبعا. طب انا ما عملتش اللي عليا قبل ما استعجل واروح اعمل منظار. يعني مش كل اللي معدته وجعاه يبقى منظار. عم هو طبعا عايز يطمن وعايز طمه الاعراض موجوده. فاحنا حتى لما بنقول مش كل اللي معدته وجعاه يعمل منظار. لا ناخد العلاج لا مش ناخد العلاج كمان نلتزم الاول في الابتعاد عن الحاجات اللي بتتعب المعده وتؤذي المعده وتستفز المعده. وبعدين ابقى افكر لو انا التزمت في دول ثم التزمت بالعلاج ثم لقيت لسه نفسي تعبان ابقى افكر والتزم برضو ان نفسيتي ما تبقاش تعبانه زي أيوة. ما حضرتك علمتنا. أيوة. طب دكتور محمد معانا اتصال استاذ رجب. الو استاذ رجب. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام يا استاذ. تحياتي ليك وتحياتي لجميع مشاهدينك والدكتور فريق اعداد محترم معاك يا استاذ. الله يبارك في سعادتك يا استاذ رجب. الله يبارك فيك. انا كان عندي مشاكل في العمود الفقري ونايم في البيت. بمجرد ما باكل القرعه بتاعتي عاليه حتى مضايقاني يعني. بص سعادتك التكريعه مش مرض. التكريعه مش مرض. لكن هو بعض من محتوى الغازات اللي موجودة في أول الجهاز الهضمي لقي عضلة آخر المريء وأول المعدة استطاعت أن هي تخرج منها. لكن التكريعة قد تسبق الاستفراغ أو ارتجاع المريء. لكن أنت بتقول تكريعة بس التكريعة مش مرض. لكن لو هي كتيرة ممكن تضايق حضرتك نفسياً. لكن ان انا اتكرع بس مره او مرتين بعد الاكل او حتى بعد ما اشرب اي ازازه مياه غازيه مش مرض. المياه الغازيه فيها ماده بتفور اما اشربها عندك بسرعه. عندك اي سؤال يا دكتور عشان بس ندي فرصه لحد تاني. استاذ رجب عندك اي سؤال تاني الدكتور محمد؟ الله يبارك فيكم والف سلام عليك وان شاء الله يعني الدكتور هيطمنك. فهو لما وشكرا اتصالك. لما اشرب ازازه مياه غازيه او جزء مياه غازيه وبسرعه الفوران بتاعها هيحصل جوه معدتي فهتطلع غازات. الغازات دي خلاص زادت حجم محتوى المعده وده هواء. والهواء دايما بيبقى موجود من فوق. يعني لو انا عندي في المعده حاجتين الحاجه السائله او الشبه سائله او حتى الصلبه بتبقى من تحت والهواء من فوق. فالهواء قدامه مخرج اخر المريء واول المعده فيطلع. لو كانت اجباري كميه هذا الغاز زادت عشان الكربونات واللي بتخلي المياه الغازيه تفور تفاعلت مع حمض المعده. لو كانت كميتها كتيره هيلاقي مخرج يزداد الضغط جوه المعده يلاقي مخرج يطلع. الحاجه اللي احب اقولها كمان ان في بعض الناس اما يجي له حموضه يشرب مياه غازيه. المياه الغازيه هتريحه دلوقتي عشان كده هو يقول هشرب. يا ده انا لما بشرب ازازه مياه غازيه معدتي بترتاح. لكن بعد 10 دقائق ربع ساعه ستعود الحموضه مره ثانيه. يعني ناس زمان كانوا يقولوا انا هاخد مثلا كربونات. كانوا ناس زمان يقولوا كده. وربنا يعني ايه بيقول بيدي البرد على قد الغطا. فكان حبه كربونات بسيطه وهم ناس طيبين وبسطاء وطيبين جدا والحموضه تروح وما تجيش تاني. لكن دلوقتي لا مش هتنفع فيها دي. ليه؟ اكلنا زمان غير اكلنا دلوقتي. صح. يعني زمان كان الاكل كله السلطات والخضره.
هل تتخيلي لو انا بما اني محتوى المعده حمضي، لو انا جبت حبه خل وحطيتهم في طبق وحطيت جرجير او شبت او بقدونس في الطبق دوت، ايه اللي هيحصل للخل اللي في الطبق؟ شدته مش هتبقى زي شده الخل اللي في الازازه. طبعا كذلك الحال بما ان الاكل كله خضره وسلطه واكل بيتي ما فيهوش مصنعات، ما فيهوش زيوت ايا كانت، ما فيهوش مواد حافظه، مواد حافظه. طب ما هو ما احنا بنقول سيتريك اسيد، مش بالزبط. بنقول سيتريك اسيد حمض السيتريك، وتلاقيها موجوده في المكونات على اي حاجه. يعني على اي حاجه مصنعه حمض السيتريك. طب مش ده حمض بيزود الحموضه؟ فلما ادي المعده حاجه كل ساعه كل ساعتين حاجه بسيطه هتقلل حموضه المعده، اهم حاجه دي. طب دكتور محمد معانا اتصال من استاذ احمد. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد. اهلا بقصه البرنامج واهلا بالدكتور، يعني برحب بيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كنت بسال الدكتور بس. طبعا اتفضل اسال. حضرتك انا عملت اشعه موجات صوتيه، ما كنتش بشيك يعني من المراره وكده، يعني طلع عندي حصوات على المراره والتهاب في المراره، وعندي كمان حرقه في المعده، وبحس بيجي لي ارتجاع في المريء، وبعض ادويه للحموضه وكده يعني، وبيحصل عندي بعض ادوار الامساك بتبقى عنيفه شويه. بيبقى عنده ادوار امساك شديده. سامع يا فندم اتفضل. ايوه سامعين سعادتك اتفضل. استاذ احمد استاذنك ممكن. ايوه احنا انت عارف احنا ليه مش سامعينك؟ ايوه علشان انت معلي صوت التلفزيون، فالصوت بيرجع معانا فبيقصر. وقت التلفزيون عشان كده، ولا انت سامعنا ولا احنا سامعينك. الو. ايوه سامعين حضرتك. خليهم كمل. برضو لسه يوطوا، لسه الصوت معانا يا استاذ احمد. طب خلاص وطيته. تمام اتفضل كمل سؤالك. بيحصل يا دكتور عندي بعض اللي دور الامساك بيبقى عنيف يعني، بيبقى حاد، مش عارف اسوي بقى ملاينات، مفيش فايده برضو. انت حلتها كده، انت لو تاكل خضار كتير يريح لك حموضه المعده ويوديك الحمام، لا هتحتاج ادويه معده ولا هتحتاج ملينات. لا انا ما عنديش على طول امساك مزمن، لا بيحصل بعد يعني بيجي على فتره بعيده جدا يعني امساك حاد. خلاص نكتر الخضار بهدف القضاء على حموضه المعده، وهينفعنا في نقطة تانية في الإمساك اللي هو مش كتير عند حضرتك. طبق سلطة كبير يا سعادة بس البيت. ما بروحش يا دكتور بالملينات، بقى ملينات كتير ما بيروحش. ما بقول لك أهو، عارف تجيب كوباية فاضية تملاها حبوب حلبة حصى، وتاكل حبوب حلبة حصى. حاجة يعني بسيطة، حاجة طبيعية ناتشورال زي ما بيقولوا يعني. عايز تسأل حاجة تاني وهجاوبك والله بالتفصيل، عايز تسأل حاجة تاني؟ بس عشان انا حاليا بيجي لي الامساك الحاد ده، واخدت بيتعبني قوي. هقول لك كذا حاجه حق. مش عارف الامساك الحاد ده بينتج عن طريق مثلا، ممكن يكون ملوش علاقه بالجهاز الهضمي والحموضه، وهو الامساك بيحصل فين؟ ليه علاقه مثلا بالجهاز الهضمي طبعا، ليه علاقه بالشروخ الشرجيه والكلام ده. هجاوب حضرتك يا بيه. عندك اي سؤال تاني يا استاذ احمد؟ شكرا يا دكتور. الف سلام عليك وشكرا لاتصالك، والدكتور هيجاوبك. بص بقى زي ما قلنا قبل كده، حصوات المرارة التي اكتشفت لأنه عمل أشعة لأني عنده حموضة وعنده إمساك، الخضار الكتير هيريح له حموضة المعدة. زي ما ضربت مثل دلوقتي قلت حبة خل في طبق وحطيت فيهم جرجير أو خس، الخل اللي جوه الطبق هيتتكسر شدته، الخضار دوت مش هيتهضم بالدرجة المطلوبة. يعني ليه؟ لإن معي الإنسان تفتقد إلى إنزيم السليوليز، إنزيم السليوليز اللي هو بيهضم السليولوز اللي هي الأوراق الخضراء دي. الأوراق ليه إحنا لما ناكل خضار مش بيتهضم عندنا؟ وليه مثلا لما بنأكل الخروف برسيم وكده مثلا بيتهضم بشكل كده كويس؟ ليه؟ لإن الخروف عنده إنزيم السليوليز في الأمعاء بتاعته، فبيهضم الاكل الخضار اللي بياخده تماما ويستفاد منه. احنا بقى معي الانسان مش بتهضم السليولوز، ما عندهوش انزيم السليوليز. لما الخضار مش يتهضم يعمل كم، الكم ده اول حاجه مهمه لبدايه الشعور بالتبرز. لما يبقى فيه كميه اكل، مش يعني كميه اكل ايا كانت خضار او غيره، ده اللي يدي الشعور او ما بينزل في اخر جزء من القناه الهضميه بيبعت اشاره فوق للمخ
انا عايز ادخل الحمام، هل المكان ملائم؟ هل ادخل؟ هل دي بداية الشعور بان انا عايز ادخل الحمام. عشان كده برضو من ضمن الحاجات اللي بنقولها في الامساك اني انا لما تجيني رغبة دخول الحمام مش اكتمها، لازم ادخل على طول. يعني في صورة بسيطة، يعني انا في الشارع دلوقتي خلاص اقرب مكان كده، يعني اعود نفسي اني انا لما تجيني هذه الرغبة احاول اقرب من اي مكان في حمام واروح. مثلا طب انا كل مرة مثلا وانا في الطريق رايح الشغل بيجي خلاص يا اما اروح في البيت يا اما اروح في الشغل، اضبط اموري بحيث لما تجيني الرغبة في دخول الحمام مش اكتمها. ليه؟ لان ربنا يعني خالق كل حاجة بحساب، وفي انفسكم افلا تبصرون. طبعا. الاكل احنا بنقول عليها فضلات الجهاز الهضمي. ايه وظيفة الامعاء الرفيعة؟ امتصاص هضم وامتصاص اغلب الاكل. ايه وظيفة الامعاء الغليظة؟ ان يبقى الاكل موجود فيها وتمتص ما تبقى. ما تبقى ايه؟ الا هو في حبة سوائل، لو في بعض الاملاح زي الصوديوم زي البوتاسيوم تمتص وخلاص. طب الاكل قاعد منزلش، تفضل تاخد منه مية، ينشف. ايوه. انت فاكرة زمان لما كنا نرسم واحنا في المدرسة زمان القولون نرسمه كده؟ ايوه. فاكرة الرسمة دي؟ ايوه. هي دي لما يبقى انا الاكل قاعد في الامعاء ياخد شكل الامعاء، ولو طول اكتر واكتر الحته دي تقفل عليه، تتقلص الحته دي تتقلص عليه، قوم يبقى الاكل بتاعي نازل كوره صغيره. وده اللي عملوه في احدى الوصفات اللي هي تقسيمه شكل البراز، وعملوها اكتشفت في مدينه في بريطانيا، فقالوا بريستول كلاسيفيكيشن، تقسيمه لشكل البراز، وحطوها 7 درجات منها دي اول درجه. فالبراز الناشف هينزل هيعور اخر القناه الهضميه، عشان كده استاذنا قال انا عندي بواسير. اللي عنده بواسير يتالم، صح، بيحس بالالم هو. يجيله رغبه التبرز، مش عايز اروح الحمام. لا انا هتعب، طب انا لسه نازل الشغل او ورايا شغل النهارده بعد الظهر، لا خليها. يفضل يأجل، يمنع الرغبه في التبرز، يمنع. الاكل قاعد طبعا، يمتص منه ميه اكتر، يتعبه اكتر وهو نازل، لدرجه انه ممكن كمان يعمل شرخ شرجي تاني بجانب حته البواسير. الخضار اكل ربنا، لا هو ادويه ولا كيماويات ولا غيره، اكل ربنا ينزل يساعده في ان هو يدخل الحمام، ويساعده في التغلب على اذا كان شرخ شرجي او بواسير في بدايتها او غيره. اكل الخضار بكثره، اكل الخضار، لا هيرفع نسبة سكر ولا هيأثر على ضغط ولا هيأثر على حاجة. الخضار حاجة ربنا بدون كيماويات، بدون الالتجاء للأدوية والملينات بأنواعها المختلفة، ومع اختلاف أسعار الملينات من حاجات بسيطة لحاجات غالية جدا وتأثيرها على حركة الجهاز الهضمي. كنت بقول له كوباية حبوب حلبة زي ما كنت بقولها لعم رجب من الأقصر. أكملها بقى. فلو جبنا الحبوب الحلبة الحصى وبس كمية، وكل يعني كمية كبيرة، كمية قد كوباية، مقدار كوباية، قد كوباية مثلا، يعني والله لو أخذ كوبايتين ماشي، هوش أقول له لا يعني. فقد كوباية، ويا إما أكلها ناشفة أنقعها أغليها، ما تستغربيش أكلها ناشفة يا دكتور، لو المهم توصل الجهاز الهضمي. وهي المهم توصل الجهاز الهضمي، قعدتها في الجهاز الهضمي دي هيمتص حواليها مية، هتنفش وهتعمل النتيجة المرجوة منها. مش قابلها أنقعها، مش قابلها اغليها، بالذات ريحتها يا دكتور. ما هو ما هو في ناس بيتضايقوا من النقطه دي. بالظبط. خلاص. نقول له عندك الخيار، عندك الخس، وعندك الكابوتشا، وعندك الجرجير، وعندك الشبت والكزبره، الكزبره الخضراء، وعندك الكوسه، وعندك الباميه. في ناس يقول انا اسناني مش مساعداني. بالظبط. نقول له الحاجات دي، عندك شوربه العدس، مش محتاجه اسنان. لو انا هشرب كل يوم كوبايه او كوبايتين شوربه عدس مش هتتعبني وتساعدني في دخول الحمام. بس في ناس مع البقوليات زي العدس يا دكتور بتعمل لهم انتفاخ. هقول وكمان دلوقتي. يا دكتور القشر بتاع الخيار، يعني في ناس بالذات اللي عندهم مشكله في المعده
في ناس الكابوتشي او الخس او الكلام ده كله حاجات ورقيه، والبقدونس بيعمل لهم مشاكل والام في المعده. سعادتك لو احنا اشترينا كابوتشا طازه او خس طازه يعني متاخد دلوقتي من الزرع، تمام، بيبقى عليه حاجه كده زي الزيت، دي زيوت طياره، عند هضم هذه النوعيه من الاكل هينتج عنها تكوين غازات، ده هضم هذه النوعيه من الطعام. انا محتاج لها عشان تساعدني في دخول الحمام، هستحمل حبه الغازات اللي هيطلعوا من هضم هذه النوعيه من الاكل. انا اكلتها لاني عندي امساك مثلا، فاخر القناه الهضميه مقفول، الاكل قاعد فيه وقد يكون وصل لمرحله كور كور كور، ايوه تصلب كمان، فمش قادر اطلع الغازات التي نتجت عن هضم هذه النوعيه من الاكل، ولا انا عملت حمام لسه. فاول يومين ثلاثه من الالتزام في هذا السلوك الغذائي هيبقى متعب شويه، لكن بعد كده لما يبقى الحمام بتاعي منتظم مش هتضايق لو حتى اكلت هذه الخضره وعملت لي حبة غازات، فسهل ان انا اخرجها وهحتمل هذه الغازات عشان اروح الحمام وما اخدش ادوية. طب دكتور عايز اسأل سؤال مهم جدا، مدام اتكلمنا برضو على الامساك وده جزء مهم جدا من الجهاز الهضمي، ليه كبار السن يا دكتور عندهم المشكلات دي؟ حتى يقولك كمان بسبب عدم حركتهم، يا ترى الحركه يا دكتور ممكن بتساعد الجهاز الهضمي والحرقيه بتاعه الامعاء انها تشتغل فتساعد الشخص ان يخش الحمام ولا ايه؟ هي حركيه الشخص او حركه الشخص مهمه لحركيه الجهاز الهضمي، بتساعد يعني الشخص اللي بيتحرك احسن من الشخص اللي مش قاعد. لكن انا عايز افسر حاجه، احسن من الشخص اللي قاعد طبعا، لكن انا عايز اوضح حاجه، اني حركتي انا في عضلاتي في الجهاز الحركي للعضلات الاراديه غير حركة الجهاز الهضمي في العضلات اللا إرادية. كبار السن يمكن يكون يعني حركة الجهاز الهضمي عنده أبطأ شوية، أنشطها زي ما قلت لحضرتك بالخضار الكتير، ندالهم خضار كتير. كتير لو أنا في سن كبير ومريض مثلا عندي ضغط أو عندي سكر أو 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 أو، الخضار مش هيزيني في حاجة. يعني بعض الناس اللي عندها ضغط بنقول له ما تاكلش ملح، الخضار ما فيهوش ملح بالظبط، هو بيتاكل كده من غير ما يضافه اي حاجه. بعض الناس يقول ايه انا اسناني مش مساعداني، كبير السن يقول سناني مش مساعداني، نقول له في مبشره نبشر بيها الخيار ونبشر بيها الجزر، نقول له في سكينه او في مقص نقص بيه الجرجير ونقص بيه الشبت والبقدونس والخس، حتى يعني في برضو بعد المكن الصغير تحط فيها الحاجات يتفرم فيه، يتفرم فيها الخلاط عامه. احنا قلنا ببساطه سكينه اقطع بيها الحاجة. سو سيمبل، وزي ما حضرتك قلتي برضو اخليني واقعي، زي ما الاستاذه خديجه على ما اتذكر اتصلت وقالت طب القهوه والمفتوحه للشباب وكده، خليني حاجه عمليه. استاذه امال حاجه عمليه، يعني حاجة عملية بسيطة، السكينة هي السكينة. ولا أستاذة أمال ولا خديجة، بس هي أستاذة صفاء. أستاذة صفاء. فحاجة يعني إيه؟ عملية، لا هي كلفتني حاجة، سكينة هقطع بيها حزمة الجرجير أو حزمة البقدونس أو حزمة الكزبرة الخضراء، وكمان إحنا داخلين على فصل الشتاء فالخضرة هتكتر دلوقتي. بالظبط. وهتبقى طعمها كمان أحسن وأحسن. فحاجة عملية تساعد في التخلص من الامساك. فارجع واقول كبير السن حركه الجهاز الهضمي عنده بتقل. يعني بنقول برضو ان كبير السن محتاج انه يشرب كتير، هو انا مش عشان الامساك كمان، لان كبير السن احساسه بالعطش بيقل عن غيره. فيبقى انا جسمي محتاج ميه وانا مش عارف، واحساسي بالعطش اقل استجابه، فنعزم عليه بالسوائل كل فترة والتانية، اشرب اشرب اشرب، نشجعه. فكذلك الحال حركية الجهاز الهضمي أقل عنده شوية، ننشطها ازاي؟ بالكم، ان انا اكل كم صغير. الكم صغير، بس الكم اللي اقصده حاجة مش تتهضم، تعمل كم تنزل لآخر القناة الهضمية، تدي آخر جزء يتمدد، يبعت إشارة فوق للمخ عايز اروح الحمام وما يكتمش عملية التبرز. بعض الأدوية بالذات بعض أنواع من أدوية الضغط بتؤثر على حركية الجهاز الهضمي.
فبرضو نقطة توضح في الاعتبار. لو كبير السن كان عنده مثلا احدى الامراض المزمنة زي السكر بقاله فترة كبيرة بيأثر على حركة الجهاز الهضمي، فدي نقطة توضح في الاعتبار. ياكل خضار مش هيزيف حاجه. طب دكتور سريعا كده بقى يعني نقدر نقول افاده كده من الحلقه، وبالذات الحموضه، وده مرض بتيالي ما فيش حد ما بيعانيش منه. في ناس تقول لك برده مع الشرب للميه بحس بحموضه، ترى ايه علاقتها الميه بالحموضه؟ وسريعا يا دكتور انا اللي زودت محتوى المعده عندي، يعني انا عندي حبه ليموناته او حبه ليمون وانا حطيت عليهم حبه ميه، هيحصل ارتجاع للليمون وهيحصل ارتجاع للميه والليمون كمان، فهو ده قصه الارتجاع. دي نقطة. النقطة التانية اني انا اللي معدتي وجعاني فالمية هتتعبني والشطة هتتعبني يعني تتعبني 10 أضعاف كمان، فانا من ناحيتي انا اللي معدتي وجعاني التزم بالسلوك الغذائي. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع، بضع لقيمات ده الاساس يقمنا بها صلبة، لقيمات مش لقمة لقيمة، وان كان بقى لا محالة فتلت وتلت وتلت، لكن مش هبدأ بالتلت، لا التلت ده مرحلة رقم 2 فسولوسون ده مرحلة رقم 2 ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، شوية شوية شوية، وآكل الأكل اللي تربينا عليه زمان، الخضار والسلطة والفاكهة والبقدونس وأكل البيت مش المصنعات اللي فيها سمنة وزيت وتوابل. ليه إحنا بنقول أنت جايب لي أكل مستشفى؟ ليه بنقول في المثل أيوة عامل زي أكل المستشفى؟ ليه؟ عشان اكل مستشفى صحي ما فيهوش توابل وما فيهوش تسبيكه. عمرك شفتي حد في المستشفى هيجيب له حاجه مسبكه؟ طيب فهو اكلنا يبقى صحي، يبقى ني في ني، ونبعد عن طريقه تسويه الطعام بالحاجات الجديده. يعني عارفه زمان لما كان واحد يسوي الباميه زمان في الطبق، الباميه دي ليه بيطلع لونها اخضر؟ ليه؟ ليه لازم تغطي الحله وانت بتعملي الباميه؟ ليه؟ عشان خضار الزيوت الطياره دي تفضل قاعده تأثر على لون البامية. تعمليها على نار هادية زي ناس زمان اللي هيجهز الأكل ما يبقاش مستعجل. مستعجل صح. ما مش يلا يولع النار. يولع النار على أو المايكروويف أو غيره. يعني أكلنا يبقى على نار هادية. كويسة هادية. على نار هادية وما استعجلش، وألتزم بالتعليمات بتاعت زمان، منها حتة هي كويسة تاني ال 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 حتة الخضرة. أنا معايا دبلوم تغذية غير دكتوراه البطنة، فتسوية الطعام دي وفن عرض الطعام كمان ليها مدلول كبير. تلاقي البامية لما تغطيها بتبقى مخضرة قوي غير البامية اللي ما تغطيتش، يعني وانت بتاكلي تبقى واخدة بالك. طبعا. وبعدين ربنا بيقول في القرآن في سورة عبسة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. استأذنت أحد المشايخ أبص فين طبق السلطة اللي يوديني الحمام؟ فين الخضرة والفاكهة اللي توديني الحمام؟ فطبق السلطة أساسي ان شاء الله في كل اكله، وشرب السوائل اساسي عشان ابعد عن الملينات والمهدئات والمسكنات والادويه والكيماويات.